السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، مرحبا بكم في هذه الحلقة التعليمية والتحليلية على قناتكم الخبير المتخصصة في مراجعة أحدث وأفضل المشاريع والعملات الرقمية. وللتذكير أيضا، كل فيديو على هذه القناة الغرض منه ليس دفعكم استثمار فيه، وإنما تسليط الضوء على بعض المشاريع التي تبدو لنا كمشاريع جيدة تستحق الحديث عنها ومراجعتها. فلنعود الآن إلى موضوع حلقتنا، فكما قلنا سابقا مشروع اليوم هو ميتاور. فكما تلاحظون هذه واجهة موقع هذا المشروع، رابط موقع هذا المشروع هو meta.net، تجدونه في الوصف أسفل هذا الفيديو. فهذا المشروع من المشاريع المتبعة لنموذج وتكنولوجية الـ NFTs. ولأذكركم بما هي الـ NFTs، فتسمح لك الـ NFTs بشراء وبيع ملكية العناصر الرقمية الفريدة وتتبع من يملكها باستخدام البلوكتشين. ويرمز الـ NFT إلى رمز غير قابل للاستبدال، يمكن أن يحتوي تقنيا على أي شيء رقمي، مما في ذلك الرسومات أو صور الـ GIF المتحركة أو الأغاني أو العناصر الموجودة في ألعاب الفيديو. فقبل أن نتطرق إلى فكرة دقيقة حول هذا المشروع، فسننتقل إلى الوايت بيبر الخاص به. فالوايت بيبر الخاص بأي مشروع هي عبارة عن مستند يساعد على فهم وتحديد الميزات الرئيسية والمواصفات التقنية لمشروع معين من العملات المشفرة أو البلوكتشين. وأذكركم أيضا، فلدراسة وفهم أي مشروع فمن الضروري التطرق وإلقاء النظر على الوايت بيبر الخاص به. هذا الأمر الذي يساعد على فهم دقيق وممتاز للفيجن أو هذا المشروع. فبعد مراجعتنا لهذه البيبر، فسنعود الآن إلى الموقع الخاص بهذا المشروع. فتم تطوير الميتاور بغرض تسهيل تداول الأعمال الفنية للـ NFTs على أي شيء شخص، وتخطط لتزويد أعمال الفنانين المحليين المشهورين بالشراكة مع الجمعيات الفنية الرائدة في كوريا، بالإضافة إلى فنون البوب والفنون الخلوية والأعمال الفنية الشهيرة في الخارج. فميتاور عبارة عن منصة NFT يمكن لأي شخص المشاركة فيها بسهولة. وهدف هذا المشروع النهائي هو التطور إلى منظمة مستقلة لا مركزية، حيث تقع جميع السلطات على عاتق مستخدمي النظام الأساسي. وأيضا فالقيام به تعني استخدام الدياو أو المنظمة اللامركزية المستقلة. فببساطة، الدياو هي منظمة يحكمها كود وبرامج كمبيوتر، بمعنى آخر الدياو هي كيان تحكم مركزي يمكن أن يعمل من تلقاء نفسه بدون عندما يتم تنفيذ الدياو، وليمكن التحكم فيه بواسطة كيان واحد. وبمجرد تصميم قواعد الحوكمة في البروتوكول بشكل جيد، فإنها ستقود المشاركين تلقائيا في الاتجاه الأكثر ربحية. ولأذكركم أيضا أن هذا المشروع من المشاريع المتبعة لنموذج البلوكتشين. ولأذكركم بما هو البلوكتشين، فهو عبارة عن تكنولوجيا تقوم على نظام الند للند، أي يتم إجراء المعاملات بين مستخدمي هذه التكنولوجيا بدون أي وسيط. وهي تكنولوجيا أيضا لا مركزية، أي لا يوجد من يتحكم بالعمليات التي تتم من خلالها، حيث لا يوجد هيئة حكومية مثلا مسيطرة على مجرية الأمور بها، ولا حتى شركات تدير وتنظم العمل بها. فسوف تأخذ الميتاور أصوات مستخدميها وفنانيها على محمل الجد، وإيمانها هو ذلك أن تكون هي متاحة لجميع المستخدمين عندما يكون لديهم أسئلة ومشكلات أكثر. وأيضا فهذه الطريقة هي طريقة فعالة لبناء الثقة، وسيساعد هذا النظام البيئي على النمو. وهذا المشروع يقوم حاليا بتشغيل خدمة المراسلة لديه لتوفير محادثات 1v1 للمستخدمين والفنانين لدعم العملاء. فبعد تعرفنا على فكرة عامة حول هذا المشروع، فلننتقل إلى فكرة دقيقة حوله، إضافة إلى ما هي الأمور والخدمات التي يقدمه. فيقدم هذا المشروع ميتاور ماركت بليس، والذي هو عن عبارة عن سوق NFT، حيث يمكنك البيع والشراء مباشرة لمختلف الـ NFTs مثل الـ PFP والجيمينج NFTs والـ ERC20 Collectible والـ Digital Art NFTs. بالإضافة إلى ذلك، فمن خلال تزويد المستثمرين بمعلومات مفيدة متنوعة مثل الأخبار في مشاريع الـ NFT الجديدة وأحداث NFT، يواصل هذا المشروع تنظيم نظام الـ NFT البيئي ومساعدته على التطور بشكل أكبر. فبعد فهمنا للفيجن والخدمات التي يقدم هذا المشروع، فالآن لننتقل إلى منصة Global Bytewax، والتي كما نلاحظ تم طرح عملة ميتاور في هذه المنصة، إضافة إلى عملة منصة L-Bank وأيضا منصة P2P، إضافة إلى DeFi Phoenix والتي كنا تطرقنا إليها في
فيديو سابق. لنجد أيضا أن هذه العملة تم طرحها في منصة الكونجيكو وأيضا منصة الكوين ماركت كوب. وأيضا فلتبقوا على اطلاع دائم بمستجدات هذا المشروع، أنصحكم بمتابعة هذا المشروع في كل وسائله التواصلية والإخبارية، كمتابعتهم على صفحتهم في الانستغرام وأيضا على قناتهم في التويتر، والتي تضم أكثر من 38 ألف مشترك. وأيضا فأنصحكم بالانضمام على مجموعتهم في التليجرام، والتي تضم أكثر من 62 ألف متابع. حيث ما إن كان لديكم أي سؤال أو استفسار حول هذا المشروع، فيمكنكم إما طرحه في الشات الخاص بهذه المجموعة أو سؤال أحد من الأدمنز في هذا الجروب، وسيتم إجابتكم عنه في أسرع وقت ممكن. فكانت هذه حلقتنا اليوم، أتمنى أن يكون أعجبكم الفيديو. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة. إلى الفيديو القادم إن شاء الله. شكرا.